ذهاب سام باتيك للقتال في سوريا وجد تفاعلا من قبل الكيكرز، وقام احد المشهورين على موقع كيك في السعوديه والمعروف باسم فيحان بامتداح خطوته والدعاء له، وهو الامر الذي اثار علامات استفهام حول جهل الشباب وتصديقهم بدعوات الجهاد والشهاده في سوريا، وهو الامر الذي تنفيه المعلومات الوارده من هناك، وكان اخر من حملها السام باتيك. للحديث السلام عليكم اخواني واخواتي، بعيد عن المزح بعيد عن الاستهبال، اتمنى انكم تدعون لاخونا وصديقنا السام باتيك، معروف احد نجوم الكيك. الان هو في ارض الشام راح يجاهد، ترك الدنيا لاجل الاخره، اخوه استشهد الله يرحمه في سوريا وراح بيلحق اخوه يطلب الشهاده، اتمنى انكم تدعون لنا. اخونا السام باتيك معروف اول كان معنا في الكيك وانبسطنا معه واستمتعنا، اتمنى انكم تدعونا والله ينصر اخواننا في سوريا وينصر جميع المجاهدين في سوريا. وهذا اخر كلام، واتمنى انكم تدعوا لاخوكم فيحان. وينضم الينا هنا في الاستوديو الكاتب الصحفي محمد العمار، ارحب بك استاذ محمد. حقيقه يعني نحن استمعنا الى كل ما قاله، ولكن في حديث طويل بالامس قال بانه تاثر لانه شقيقه قتل وراى صورته، فيعني حينها قرر أنه الذهاب لخوض الجهاد في سوريا. إلى أي مدى برأيك القاعدة تستفيد من ترويج صور قتلاها لتجنيد الآخرين؟ هذه نقطة مهمة، دعيني أوضح حاجة أكثر أهمية، أن, 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 أن تنظيم القاعدة أو حتى القريبين من هذا الفكر التطرفي يستغلون الشباب السعودي بالذات لأسباب عدة. أولا لأن هناك دعاة متعاطفين مع تنظيم القاعدة وموجودين داخل السعودية، وهم من يحفزون أيضا الشباب للذهاب إلى مواطن النزاع، هذا أولا. ثانيا لو نلاحظ على حسب طبعا السام باتيك أو سليمان السبيعي لم يأتي بجديد، احنا منذ 3 سنوات ونحن نتحدث عن طريقة القاعدة والتنظيمات الجهادية المتسمى بالجهادية المتطرفة هناك كيف تتعامل مع الشباب المغرر بهم والمراهقين من أبناء الشباب الإسلامي وخاصة السعودية. هو حال من الحالات، هو حال من الحالات. فلذلك هو لم يأتي بجديد، ولكن هو صدق أو شاهد عيان من داخل سوريا. لو نلاحظ أغلب وسائل التواصل الاجتماعي في اليوتيوب أو حتى تويتر، نلاحظ أن من يتحدث ومن يكتب هم الشباب السعوديين لأنهم هم مستهدفين أكثر. نلاحظ أيضا أن الشاب السعودي هناك عندهم صنفين من الشباب السعودي، شاب سعودي يستطيع أن يستخدم السلاح ويصيب الهدف، وآخر لا يستطيع. من يستطيع إصابة الهدف يكون هو على الجبهة أو على الخط الأمامي، نعم، ويسمون بالانغماسيين. اي يسمون بالانغماسيين، هذا الاول. الثاني لانهم ينغمسوا بالقتال، ولكن كلمه انغماسيه لها دلاله ساتي فيها بعد النوع الثاني. النوع الثاني من لا يعرف استخدام السلاح، هذا يجعلونه ضحيه عمليات الانتحاريه ويلبس الحزام الناسف ويدخل لاي مكان مستهدف. معلومات خطره يعني هم صنفوا هلا تصنيف. فلما يذهب هذا الشاب الذي لا يعرف استخدام سلاحه ومعه الحزام الناسف، ثم يذهب الى يعني لكي يعمل العمليه الانتحاريه ويفجر نفسه، ياتون الشباب الخط الاول اللي يسمونه الغماسيين ومن ضمنهم الشباب السعودي يستكملوا المهمه ويصفوا الناس الموجودين على الساحه. لذلك الطبيعه يعني مجتمعنا بشكل عام مسلم او خاصه السعودي، يعني نتحدث عن هذا الموضوع، متعاطف جدا مع اخوانه المستضعفين في الدول العربيه والاسلاميه، فلذلك هم الهدف الاول لاستغلالهم، يعني العاطفي بيلعبوا على وتر العاطفي. طب استاذ محمد، السام باتيك لم يتحدث عن وجود قادة سعوديين، هو قال بأنه هناك قادة من دول أخرى يعني، والسعوديين فقط للإنغماس، الإنغماسيين في القتال. برأيك هل يعني التعويل على دورهم في القتال أكثر من أنه يكونوا قادة؟ هم يجعلونهم مطية لا أكثر ولا أقل، لأنه هم مصلحتهم عندما يكون هناك شاب استشهد، فلان استشهد، فلان استشهد، وتنتشر صورهم. وفي الفترة الماضية نشرت كثير من الصور الشباب المغرر به الذين ذهبوا ضحية لهذه تصفيات الحسابات التي تدور في داخل سوريا، فلذلك هم يستغلون هؤلاء المستضعفين من الشباب لكي يستدرجوا الآخرين. شكرا جزيلا لك ضيفي هنا في الاستوديو الكاتب الصحفي محمد العمر، أهلا بك في الرابعة وشكرا على وجودك.